سالو، اسمعوا بربي جيتش نجاوب على العبيد، فئة معينة من العبيد يكتبوا لي في دي كومنتير على الغيال متاعي تحتفل بكريسمس. نورمال انت في مخك احنا مقاطعين وانت تحتفل بكريسمس؟ نورمال احنا مقاطعين وانت تحتفل بكريسمس يا اخي؟ عادي محتفلة بكريسمس. اللي نحب نسأل وينه في ستوري هذايا الكريسماس وين تراو فيه، ولا احتفال وين تراو فيه في الغيال الاخراني؟ وين ريتوه؟ وين تنجمو تراوه؟ ترى انا مانيش راه في احتفال ومن بون باش ما نكذبش، فما غنية كريسمس بالحق، اما يعني عبد كي يحط غنية كريسمس مش مي با غنية كريسمس، هي ديجا معناها غنية معروفة تسمع فيها الناس الكل. يا اخي انا كي نحط غنية متاع كريسمس يعني قاعدة نحتفل بكريسمس؟ واه واه واه، حتى السابان بتاعي قديمة من عام ناول، تعرفوني عاملة بيه فيديو عام ناول قديمة قديمة.